عايز بس اكبر الصورة عشان اشوف. اوكي نتج الهيدرات الحفزية للبروبان، بروباين هو تبقى ب البروباين يعني رابطة ثلاثية يا دكتور، تمام؟ يعني هنكتبها سي اتش 3 ماسكة في سي، رابطة ثلاثية بالشكل ده سي اتش. هتروح هيدرة حفزية يعني إضافة مية، يعني اتش و اتش يا دكتور. وبعد كده التفاعل ده كان اتش 2 اس او 4، وده كده كان اتش جي اس او 4. اللي هيحصل دلوقتي، تمام؟ اللي هيحصل دلوقتي يا دكتور ايه؟ الاتش هتروح تقعد جنب اخواتها، والاو اتش تروح تقعد في البعيدة، فيبقى شكل المركب عامل ازاي؟ سي اتش 3 ماسكة هنا كده في سي، عليها او اتش يا دكتور، رابطه ثنائيه ماسكه في سي اتش 2. ده مركب ماله غير ثابت، فاللي هيحصل له حاجه اسمها اعاده ترتيب. فاللي هيحصل الاتش دي تنزل هنا والرابطه دي تطلع لفوق، فيبقى شكل المركب عامل ازاي؟ بي اتش 3 يا دكتور ماسكه في سي، رابطه ثنائيه ماسكه في سي اتش 3 بالشكل ده، اللي هي مين؟ اللي هي ب، اللي هي كيتون يعني. رقم 2، من المخطط، التفاعل التالي عايز مركب A و B، هتبقى إيه؟ هتبقى قصدي جيم. مظبوطه يا دكتور. دلوقتي الراجل ده حصل له عمليه اكسده، خلي بالك ان جزء الفينول ما بيحصلش اكسده، تمام؟ مين اللي كان بيحصل له اكسده؟ الكحول يا دكتور. وده كحول مين؟ ده كحول اولي. لما احنا نكسده يدينا الالدهيد، بعد كده اكسده تامه، يبقى هيتحول لحمض، فيبقى معانا حمض الساليسيليك يا دكتور بالشكل ده. هنا كده سي ماسكه في رابطه ثنائيه ماسكه في اتش، وهنا كده عندنا الاتش. طب هو هيتفاعل مع الكحول اللي هو الميثانول. طب ما هو الميثانول مع حمض الساليسيليك بيدينا زيت المروخ يا دكتور، يبقى شكل زيت المروخ. وقلنا ان السؤال ده محتمل جدا 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 ان هو يجي لك السنه دي، والله العظيم. ليه يا دكتور بتحلف؟ علشان ده ما جاش السنه اللي فاتت، تمام؟ فمحتمل جدا 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 ان هو يجي لك السنه دي، تمام؟ اللي هو زيت المروخ. طيب خلي بالك، زيت المروخ ده كنا بنسميه يا دكتور، كنا بنسميه ساليسالات الميثايل. يبقى خلي بالك في الاسمين، زيت المروخ كنا بنسميه ساليسالات الميثايل، والاسبرين يا دكتور كنا بنسميها اسيتايل حمض الساليسالك، تمام؟ رقم 3، رقم 3 هنعملها دي. هتبقى دال. تعال نشوفها، وبيقول لي عدد مولات الهيدروجين اللازمه اضافتها الى ثنائي فينايل استيلين. الاستيلين يعني رابطه ثلاثيه يا دكتور، وهو عنده ثنائي فينايل يعني حلقتين بنزين في المركب بالشكل اللطيف ده. خلينا نرسم الروابط هنا كده، رابطه رابطه رابطه. نفس الكلام هنا كده يا دكتور، حلقه بنزين وعندها برضه ثلاث روابط، رابطه رابطه رابطه. طيب دلوقتي هو عايز يحوله الى كله. بص بيقول لك حول المركب كله لمشبع. بسيطه، ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة تمانية، يبقى احنا عايزين 8 مولات علشان نقدر نكسر الثمان رابط الثنائية يا دكتور، فتبقى الإجابة كام؟ د. رقم 4، 4 تبقى به برضه. 4 تبقى ب، حلو الكلام ده. بيقول لك المركبات التي يمكن أن تنطبق عليها قاعدة ماركينوكوف في إحدى مراحل تحويلها المركب مشبع. خلي بالك اللي بينطبق عليه قاعدة ماركينوكوف، يا اما احنا معانا الكين غير متماثل، يا اما احنا يا دكتور بنتكلم على القاين في المرحله الثانيه، تمام؟ او في الخطوه الثانيه، في الخطوه الثانيه. طب هنعملها ازاي؟ لو انت جيت ترسم على به، هترسم به مثلا سي اتش يا دكتور 2 رابطه ثنائيه سي اتش ماسكه هنا كده في سي اتش 2 ماسكه في سي اتش 3. ما هو ده مين؟ ده الكين غير متماثل. عرفت ازاي؟ ادي اتش اهي وادي 2، يبقى ده الكين غير متماثل. طيب يا دكتور، هو انت عايز ازاي تعرف المركب اللي جنبه؟ تعال نرسم المركب ده، هنرسمه ازاي؟ سي اتش 3 كربونه ما لهاش اي رابط، يبقى فيه رابطه ثلاثيه، يبقى هنا كده مين؟ سي اتش 3 بالشكل ده. طب ما هو ده يا دكتور في الخطوه الثانيه، ما هو ده القاين، يبقى القاين في الخطوه الثانيه، هينطبق عليه قاعده ماركينوكوف. خدها سكرين. رقم 5، رقم 5 هتبقى به. رقم 5 هتبقى ب. عرفت ازاي ان هي ب يا دكتور؟ يعني ليه مثلا مش الف؟ ليه مش دال؟ بص المساله بسيطه جدا، هو قال لك ان هو اتفاعل مع الاتش اكس مرتين، يبقى احنا لازم نكسر رابطتين، تمام؟ مين اللي احنا بنقدر نكسره رابطتين؟ الالكاين يا دكتور بالشكل ده. طب الاتش تقعد هنا والاكس تقعد الناحيه الثانيه، فهيبقى معانا مركب
طبعا هنكمل هنا اتش وهنا اتش، فنروح نقول له سي اتش 2 مثلا، كسرنا ربطه واحده وهنا اكس يا دكتور. طيب الاتش تروح تقعد جنب اخواتها، والاكس تروح تقعد فين؟ اكس تقعد الناحيه الثانيه، فيبقى شكل مركب سي اتش 3 كسرنا الربطه، هنا كده اكس وهنا برضو نفس الكلام اكس وهنا اتش. تمام. والله يا دكتور ده كان الكين، لكن ده كان مين؟ ده كان الكان عشان كل الروابط احاديه، عشان كده اخترنا مين؟ عشان كده اخترنا به. يبقى القاين يتحول لمشتق الكين، يتحول لمشتق الكان. 6 يلا يا عامر. عامر 6 دال دال يا مستر، 6 هتبقى دال. حلو الكلام ده. الدكتور لو جيت ترسم يا جماعة، نرسم المركب بإيدينا والله ما نغلطش. تمام. هنا كده سي اتش 3 ماسكة في سي، هنا كده ماسكة في سي اتش 3 ماسكة في سي، هنا كده حلقة بنزين بالشكل اللطيف دوت، هنا كده مين؟ سي اتش 3 بالشكل ده. تمام. لا ده هنا كان في رابطة ثنائية. هتعدني منين؟ بسيطة يا دكتور، البنزين كنا بنسميها في نايل بالشكل ده، لكن ده كنا بنسميها ميثايل. مين يجي الأول؟ البي ولا الإم؟ بص إحنا دايماً كنا بنقول في مستويات الطاقة يعني بالترتيب بتاعهم كي ال ام ان او بي، يبقى الإم بتيجي الأول يا دكتور. حلو؟ ما إحنا ترتيب الأبجدية، ما هو كي ال ام ان او بي كيو، يبقى الإم بتيجي الأول، يبقى هنروح نقول له إيه؟ 2 ميثايل 3 في نايل 2 بيوتين، لأن إحنا هنعد من ناحية الشمال اللي هي الأقرب للأبجدية. رقم 7 رقم 7 تبقى دال. رقم 7 هتبقى دال. حلو الكلام دوت. يا دكتور المركب ده كان ماله؟ كان الصيغة دي يا إما صيغة ألدهيد يا إما صيغة مين؟ كيتون. طيب هو قالك بيحصل له أكسدة، الكيتون ما بيتأكسدش، يبقى خلاص دي صيغة ألدهيد. طب الألدهيد لو اتأكسد يدينا مين؟ يدينا حمض يا دكتور. خلصت. طب هو الحمض كان كام؟ هل هو أليفاتي ولا أروماتي؟ ما خلي بالك القاعدة ده هي ما كانتش بتنطبق غير الأحماض الأليفاتية فقط. تمام. أحماض الأليفاتية ما فيش غيرها، لأن دايما دايما المركب الأروماتي لو أي حمض أروماتي، مثلا لو أنت مثلا حمض البنزويك هتلاقيها ازاي؟ سي 7 يا دكتور، الاتش بتاعتها ب6 يا دكتور، ولا الاتش ب7 ب6، والأو بكام؟ والأو ب2. طب ما هو دي مش 2 ان، يعني دي حاجة تانية خالص، لكن الأحماض الأليفاتية هي دي الصيغة بتاعت الأحماض الأليفاتية. رقم 9 رقم 9 جيم 8 جيم أو 8 أو معلش 8 الأول هتبقى جيم. هو بيقول لك المركبات الآتية، لا 8 جيم غلط. بص المركبات الآتية تتكون من جزيئاتها روابط هيدروجينية ما عدا مين؟ ده حمض عنده 2 رابطة هيدروجينية، وهنا ده دكتور كحول عنده رابطة واحدة، وهنا ده ثنائي هيدروكسي ايثان. ايه هو ثنائي هيدروكسي ايثان يا دكتور؟ اللي هو الايثيلين جلايكول. الايثيلين جلايكول عنده 2 او اتش، يبقى هنا ده يتكون 2 رابطه هيدروجينيه، لكن الايثانوات يعني استر، والاستر ما بيكونش رابط هيدروجيني، يبقى ده هي الغلط. اوكي. وهيسالك تمام. السنه دي على وهيسالك السنه دي على الرابطه الهيدروجينيه، فاكد عليها. رقم 9 رقم 9 جيم 9 هتبقى جيم. حلو جدا. التحلل المائي لحمض الميثانوات الفينايل، ميثانوات يعني كربونه واحده يا دكتور، رابطه ثنائيه ماسكه في اتش بالشكل ده، وهنا كده رابطه، ده الميثانوات. فينايل يبقى هنا كده او ماسكه في حلقه البنزين يا دكتور بالشكل اللطيف ده. دلوقتي هنروح نفعلها بالتحلل المائي، يعني اتش ماسكه في الاو اتش بالشكل ده. اللي هيحصل ايه يا دكتورنا العزيز؟ والله الحته بتاعت الكحول هتاخد الاتش وتخرج بره، فيبقى معانا مين؟ يبقى معانا فينول يا دكتور، والحته بتاعت الاو اتش تروح لمين؟ للحمض، فيبقى معانا حمض الفورميك بالشكل اللطيف ده. ده كنا بنسميه حمض الفورميك، لكن ده هنسميه مين؟ ده هنسميه الفينول. وما تنساش الفينول كان له اسم تاني اسمه ايه؟ حمض الكربوليك. والنبي ما تنسى الفينول كان اسمه ايه يا دكتور؟ حمض الكربوليك. ما تنساش الخطوه دي او الفكره دي. تمام. خد ايس كريم. رقم 10 لسه معاك الدور يا عامر. عامر 10 عامر رقم 10 اقولها انا. طيب
فبقول لك لديك اربع مركبات. والله يا دكتور ده كان بيخضع للصيغه العامه سي ان اتش الاثنين ان ماينس 2، تمام. يبقى ده مركب مين؟ ده القين. ده يا دكتور سي 8 اتش 10، والسي 8 اتش 10 كانت عباره عن بنزين عليه هنا سي 2 اتش 5 يا دكتور، وهنا ده كان حلقه بنزين، وهنا ده يا دكتور كان بيخضع للصيغه العامه سي ان اتش الاثنين ان زائد الاثنين. يبقى ده مين؟ يبقى ده الكان. هقول لك ام الاتي يعد صحيحا. الإجابة بقى، هل الـ A مركب ألفاتي غير مشبع؟ ما حصلش، ده مشبع، ده الكان. هل الـ A ألفاتي مشبع؟ صح. طب الـ D ألفاتي غير مشبع؟ لحد دلوقتي دي صح، يبقى الإجابة تمام. جميل. يلا يا إيمان، رقم 11. يا دكتور معلش كمان مرة، معلش. هتبقى ب هتبقى ب مظبوطة يا دكتورنا العزيز. الراجل ده الصيغة كانت كام؟ سي ان اتش الاتنين ان او يا دكتور. يبقى ده مين؟ لسه قايلين ان ده يا اما الدهيد يا اما مين؟ يا اما كيتون. فبنسأل سؤال، ويك يعني حمض، اول يعني كحول، مش معانا يبقى الف وجيم مش معانا، ويك يعني حمض خلاص، نال يبقى الدهيد، نون يبقى كيتون، خلاص خلصت من غير بقى اي رسم ولا اي حاجه. رقم 12. هتبقى جيم. 12 هتبقى جيم، وركز في السؤال دوت. بيقول لك ايه؟ اوليفين عدد ذراته او عدد ذرات الكليه في الجزيء الواحد منه 18 ذره، فان عدد الازمات الغير متفرعه هيكون كام؟ بكل بساطه احنا يا دكتور هو قال لك 18 ذره، وهو اولوفين يعني الكين، تمام اهو سي ان يا دكتور اتش الاثنين ان. طب خليها نظبطها على 18 ذره، حط هنا 6 وحط هنا هتبقى 12. الله اكبر، جت من اول مره. تمام. طب احنا عايزين الايزومرات بتاعته 1 2 3 4 5 6، هنا كده في ربط، ودي 1 2 3 4 5 6، حرك مكان الربط، ودي 1 2 3 4 5 6، حرك مكان الربط. يبقى 1 هيكسين، 2 هيكسين، 3 هيكسين يا دكتور. وما تنساش عندنا مين؟ مركب حلقي، ما هو بيقول لك غير متفرع. يبقى دول الاربع ايزومرات بتوعه، ادي الاول ادي الثاني الثالث الرابع يا دكتور. 13 هتبقى ألف. هتبقى الف، حلو جدا يا دكتور. عند التحلل المائي لهاليد البنزين، هاليد البنزين يعني احنا معانا بنزين وعليها مثلا سي ال زائد مثلا مين؟ زائد ال ان اي او اتش يا دكتور، عند درجة حرارة 300 وضغط 300 برضه، هيروح يدينا مين؟ هيروح يدينا الفينول يا دكتور زائد ال NaCl، تمام؟ بالشكل اللطيف ده. طيب NaCl دلوقتي يا دكتور هنروح نجيب الفينول، تمام؟ الفينول كان مين؟ هو بيقول لك ثم نيطرت الناتج، أهو هنروح نجيب الفينول يا دكتور، هنروح نعمل له عملية نيطرة HNO3 يا دكتور 3 مرات، فيروح يدينا مين؟ ثلاثي نيترو فينول يا دكتور، تمام اهو. وثلاثي نيترو فينول كنا بنسميه مين؟ حمض البكريك، حمض البكريك. وقلنا ان حمض البكريك ده سلاح ذو حدين، ليه؟ لان بيستخدم ماده مطهره وبيستخدم ماده متفجره، وهو حمض عديد النيترو، صح يا دكتور؟ ما هو حمض البكريك كنا يعني اكيد هو حمض، يبقى كل دول صح ما عدا مين؟ نيترو بنزين. هو مش اسمه نيترو بنزين، هو اسمه ثلاثي نيترو بنزين. 14 هتبقى ب 14 هتبقى ب، حلو جدا. 14 بيقول لك العمليات التاليه تؤدي الى الحصول على حمض الاسيتيك من الايثانوات في الظروف المناسبه. بسيطه قلناها كتير جدا، تمام؟ تعال نقولها. الميثانوات يا دكتور هنعملها تبطير جاف بالشكل اللطيف دوت، زائد ال ان اي او اتش على السهم غير حي، يروح مدينا مين؟ يروح مدينا الميثان. الميثان يا دكتور هنروح نسخنها عند درجه حراره 1500، نعمل لها عمليه تبريد سريعه، فيروح يتحول لمين؟ لإيثاين يا دكتور بالشكل اللطيف ده. هو عايز مين؟ عايز حمض الاسيتيك. طب هنعملها ازاي؟ هنروح نجيب له هنا كده يا دكتور سي اتش رابطه ثنائيه او رابطه ثلاثيه، هتروح تتفاعل مع مين؟ بالهيدره الحفزيه يا دكتور، يعني مع الميه في وجود الاتش 2 اس او 4 والاتش جي اس او 4، فيروح يدينا مين؟ يروح يدينا مركب غير ثابت اللي هو هيتحول لالدهيد. الالدهيد هنروح نعمل له عمليه اكسده، يتحول لمين؟ يتحول لحمض الاسيتيك يا دكتور. تمام. 15 هتبقى جيم.
15 هتبقى ج. حلو جدا. في 15 هنعملها ازاي؟ تعال نشوف. بيقول لك في 15 للحصول على سداسي كلورو ايثان من الايثاين هيلزم ايه؟ هو دلوقتي احنا معانا ايثاين، يعني هو مدينا ايثاين مبدئيا. هنعملها واحده واحده اهو يا دكتور. ده الايثاين اهو، ادي اتش وادي اتش. هنروح نفعله اول حاجه بالكلور سي ال 2، فهيدينا مين؟ هنكسر رابطه، فهنا سي ال وسي ال، يبقى سي ال تقعد هنا والسي ال الثانيه يا دكتور تقعد هنا، فيبقى معانا مين؟ رابطه ثنائيه، هنا كده سي ال وهنا كده سي ال، وهنا كان في اتش وهنا كان في اتش. طب فعلها كمان مره مع الكلور، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ هنكسر الرابطه اللي بعدها، فيتحول لهنا سي ال وهنا كده سي ال وهنا كده سي ال وهنا كده سي ال وهنا كده اتش وهنا اتش. ركز، انت اول حاجه تفاعلت مين؟ هنا كده يا دكتور ده كان تفاعل اضافه، ونفس الكلام كان تفاعل اضافه علشان انت كان معاك رابطه ثنائيه، تمام؟ طب المركب الاخير ده هو بيقول لك نستبدل كله، يعني هو عايز سداسي واحنا هنا معانا رباعي، يبقى السي ال دي والسي ال دي هتتشال بالاستبدال مع السي ال 2 في وجود اليو في، علشان يا دكتور ده عباره عن الكان، يعني روابط احاديه، والروابط الاحاديه كنا بنفعلها بالاستبدال يا دكتورنا العزيز. خلاص؟ يبقى طب هو هنا عايز كام مول؟ ادي 1 2 3 4، 4 مولات، 2 بالاضافه و2 بالاستبدال. تمام؟ عشان لو هو قال لك محتاجين كام مول؟ خد ايس كريم. اوكي. 16. يلا يا نوره. 16 هتبقى ب. 16 هتبقى ب. حلو قوي الكلام ده. لا. تعالى كده نعملها مع بعض. خلي بالك هو مبدئيا اتفاعل كام مره؟ اتفاعل مرتين بالاضافه، صح؟ هو اتفاعل مرتين بالاضافه، يبقى احنا كان معانا رابطه ثلاثيه اهو. تعالى نكسر الرابطه الاولانيه، اتش مثلا تقعد في اي حته والبي ار تقعد الناحيه الثانيه مثلا، فيبقى هنا كده معانا بي ار، وهنا كده يا دكتور معانا اتش 2 وهنا اتش 1. ما احنا كسرنا رابطه فحطينا اتش عند بي ار والاتش الثانيه جنبها البي ار. حيدارة حفزية يعني مين؟ يعني اتش واو اتش. الاتش تروح تقعد جنب اخواتها والاو اتش تقعد جنب البي ار، فيبقى شكل مركب سي اتش 3 بالشكل ده. كسرنا الرابطة، هنا كده كان في بي ار وهنا كده كان في او اتش. حلو؟ لو انا قلت لك يلا نسمي المركب دول، هتقول لي والله يا دكتور ده 1 2 1 2، واحنا عندنا مجموعة وظيفية، يبقى ده مين؟ يبقى ده ايثانول، وعند الواحد كان في بروم، يبقى 1 برومو. تبقى الإجابة مين؟ جيم. حلو؟ تمام. رقم 17 كده 4 من 10. تعالي كده نجرب علشان الغلطة هنا فين؟ في إنك ما ضربتيش في عدد الذرات. أنت أول حاجة جبتيها عدد المولات. عدد المولات كان بتساوي عدد الجزيئات على مين؟ على عدد أفوجادرو يا دكتور، اللي هو 6 بوينت 10 23، بتساوي عدد الجزيئات اللي هي 1 2 0 4 في 10 اس 23 بالشكل ده. هنا كانت كام؟ 6 0 2 في 10 اس 23، على الاقل الحاسبه تطلع بكام؟ ب 2 من 10. صح كده؟ تمام. احنا اتفقنا دايما كان عندنا القانون دايما اللي احنا كنا بنستخدمه، اللي هو كميه الكهربيه بالفارادي بتساوي عدد المولات عدد الذرات، او في التكافؤ الاول في التكافؤ في عدد الذرات. واحده واحده، عدد المولات احنا جبناه بكام؟ 2 من 10. هو تكافؤ الاكسجين بكام؟ ب2. طب عدد ذراته بكام؟ هل هو موجود في اللي بي ار؟ ايوه يا دكتور موجود، يبقى عدد ذراته بكام؟ ب2. 2 في 2 في 2 يبقى ب8 من 10. متفقوا معايا؟ اه تمام. ما تنسيش الحركة دي والنبي. لو أي واحد من السبعة دول يبقى عدد الذرات باتنين. 18. ماشي. 18 هتبقى ج. التاني والله ما سمعناش. ج. تمنتاشر تاني. يعني يا مستر تبقى جيم. نورة سامعني؟
ايوه جيم جمع صح؟ خمسة. اوكي، بيقول لك في خلية الزئبق وخلية الوجود اي مما لا يعد صحيح. والله يا دكتور احنا معانا مين هنا كده؟ خلي بالك ان في الزئبق ان يتحول لزد ان موجب الاثنين زائد الاثنين الكترون سالب. الكاثود بتاعها كان مين؟ كان الاتش جي موجب الاثنين بيستقبل الاثنين الكترون، الاتش جي صفر والاكسجين مش داخل معانا اصلا في التفاعل. 19 19 هتبقى ألف. 19 هتبقى ألف. هتبقى ألف. يا جماعة بصوا ليه ألف؟ يا دكتور أصل أنا بصيت هنا لقيت النيكل بموجب أربعة وهنا النيكل كان بموجب الاتنين، يعني الراجل ده حصل له عملية اختزال يا دكتور. وهنا كده الحديد كان موجب الاتنين اتحول لصفر يا دكتور، يبقى الراجل ده برضه حصل له عملية اختزال. يبقى احنا لما نيجي نحسب القوة الدفعة الكهربية بالشكل اللطيف ده هنروح نقول له والله يا دكتور ان الكاثود ناقص مين؟ ناقص الانود. فبنسأل هو احنا مين الانود ومين الكاثود؟ بنبص احنا شغالين على جهود الاختزال، يبقى السالب فوق والموجب تحت. لقينا والله يا دكتور السالب فوق اللي هو الحديد والموجب فوق اللي هو مين، او الموجب تحت اللي هو النيكل يا دكتور. واحنا قلنا ان الكاثود يبقى مين؟ يبقى الكاثود الاول اللي هو النيكل اللي هو 49% ناقص الانود اللي هو سالب 88% يا دكتور. على الاقل الحاسبه طلعت بواحد وثلاثه، يبقى اكيد يا دكتور الاجابه دال. هو عايز ولحن هذه البطاريه، يبقى احنا محتاجين قوه دفعه كهربيه اكبر من اللي معانا علشان نقدر نشحن البطاريه. بص الاجابه كلها باظت عشان كلمه واحده، ولشحن هذه البطاريه. تمام، محتاجين قوه دفعه كهربيه اكبر. محدش يقول لي جيم ده انت كده هتفرقع البطاريه. تمام، لانك انت هتدخل قوه دفعه كهربيه اكبر مليون من المفروض تشحنها. 20 يا نور. 20 هتكون جيم. نورة 20 هتكون جيم يا مستر. مستر سامعني؟ 20 هتكون جيم. هتكون جيم. ممتاز. هنا هل الصوت رجع؟ هل الصوت رجع؟ حد يأكد معايا الصوت تاني معلش. تمام. اوكي، احنا في رقم 20. الشاشة مش ظاهرة عنده، يرفع لي ايده كده. حد الشاشة مش ظاهرة عنده؟ أنا عندي باينة. اوكي تمام. طيب لحظة واحدة، لحظة واحدة، خد بس سكرين، هنشيل السبورة نرجعها تاني. نزل الديكو يا جماعة عشان نشوف هل هتظهر ولا لأ. ها ظهرت. اللي مش ظاهر عنده يخرج ويدخل تاني معلش. اللي مش ظاهر عنده يخرج ويدخل تاني. اوكي طيب، احنا كنا بنجاوب في السؤال رقم 20 بنقول لك ايه؟ بنقول لك اذا علمت ان جهد تاكسد عنصر الاكس قد كده فان العنصر الذي يمكن استخدامه كحمايه كاسوديه، يعني عايزين واحد تحت يغطي الواحد اللي فوق. بسيطه يا دكتور، هو قال لك جهد اكسده. تمام، وهنا نفس الكلام جهد اكسده، وهنا يا دكتور جهد اكسده. تمام طيب، برضه هنا برضه ده جهد اختزال وده جهد اختزال. خلاص هنلعب على جهد الاكسده يا دكتور بالشكل اللطيف دون. تمام، هنا الموجب وهنا السالب، هنغير الاشارات بتاعت دون فهتبقى كام؟ موجب 76، وهنا دكتور كانت موجب برضه 1.63 بالشكل ده. عشان نبدا نشتغل على جهد الاكسده، هو بيقول لك ان اكبر واحد دلوقتي، اكبر واحد معانا هو البه، به اكبر واحد. يجي بعده مين يا دكتور؟ يجي بعده ألف أو ولا دال؟ دال الأول؟ لا ألف الأول. بعد كده يجي بعده مين يا دكتور؟ يجي بعده العنصر ألف ولا دال؟ دال بقى، إحنا قلنا ألف. يجي بعده مين يا دكتور؟ يجي بعده العنصر إكس، وآخر حاجة معانا جيم. تمام؟ يبقى مين يقدر يغطي الجيم بحماية كاثودية؟ مين اللي قاعد تحت الإكس؟ هي جيم، مفيش غيره. تمام؟
خلاص بتتحل بالشكل ده. اوكي 21، مين اللي عليه الدور؟ حد يكتب لي الاسامي نوبكو سواب. يلا يا سارة. 21 جيم. تاني معلش جيم هتبقى جيم مظبوطة. بيقول لي يا دكتور هل هي مكونة من العنصرين X و Y؟ الام لها الام في لها بتساوي الرقم ده. اذا علمت ان جهد التاكسد القياسي للعنصر اكس هو قد كده والالكترونات تنتقل من الاكس الى الواي. بسيطه، يبقى الاكس ده هو مين؟ هو الانود يا دكتور. الواي ده هو مين؟ هو الكاثود يا دكتور. واحنا عايزين نعرف جهد التاكسد القياسي للواي. بسيطه يا دكتور، هو قال لي جهد اكسده وشغال على جهد الاكسده، يبقى نروح نقول له ان القوه الدفعه الكهربيه كانت بتساوي الانود ناقص مين؟ ناقص الكاثود، عشان احنا شغالين على مين؟ على الأكسدة يا دكتور، أو جهود الأكسدة. طيب هو قال لك إن الـ EMF كلها كانت بكام؟ كانت بـ 94% بتساوي الأنود اللي هو كان مين؟ كان الإكس، تمام؟ اللي هي كانت 1.36 يا دكتور، ناقص الكاثود اللي إحنا عايزين نعرفه اللي هو الواي. خلينا نقول له إن هو الواي يا دكتور. يبقى الواي كان بيساوي كام؟ بيساوي، ودي دي الناحية التانية بإشارة مخالفة، تطلع الإجابة معانا كام؟ تطلع الإجابة بجيم يا دكتور. تمام؟ حلو جدا. لا ركزي ركزي، هقول لك اهو واحده واحده وركزي، اعملها لك اهي دلوقتي. السالب دي بتاعت الواي، فخلي السالب لوحدها تمام، ودي وديها الناحيه الثانيه هتبقى كام؟ 94% ناقص 1.36، هتطلع معاكي ب 8/10 بالموجب، وهو هنا سالب واي، يبقى الواي لوحدها بكام؟ بسالب 8/10. تمام تمام. حاولي في الحته دي، لان هو هنا مدينا بالموجب فاحنا ما نغيرش الاشارات، هتوديها الناحيه الثانيه يبقى تغير الاشاره. تمام. يلا يا ساره رقم 22. الف 22 هتبقى الف. تمام. بص السؤال ده خبيث جدا والله، السؤال ده في غايه الخبث. ليه بقى؟ هو دلوقتي قال لك ان احنا معانا جهد اختزال يا دكتور اللي بتاع القصدير وبتاع الفضه، فانت رحت زي ما الدكتور معلمك السالب فوق الموجب تحت يا دكتور، عشان احنا شغالين على جهود الاختزال. قلنا يا دكتور الاعلى في السالب هو الاس ان، يبقى الاس ان فوق والفضه تحت يا دكتور بالشكل اللطيف ده. فانت على طول رحت وقلت لي والله يا دكتور احنا عايزين القوه الدفعه الكهربيه كانت بتساوي الكاثود ناقص الانود، علشان احنا شغالين على جهود الاكسده. هو مش عايز ده، ده هو بيقول لك تفاعل الاختزال. مين هنا بيحصل له اختزال يا دكتور؟ فوق اكسده وهي انود، وتحت مين؟ وتحت اختزال وهي كاثود بالشكل ده. هو عايز تفاعل الاختزال بس، يعني هو عايز تفاعل الفضه. بيقول لك عبر لي عن تفاعل الاختزال اللي القوه الدفعه الكهربيه اصلا بتاعته كانت كام؟ هو اصلا مديها لي ب 8/10 بالموجب، فعشان كده خدنا الف. تمام. والله ده سؤال من ضمن الاسئله اللي هو ايه السهل الممتنع، سؤال سهل جدا بس انا مش عارف اجاوبه علشان انا ما قراتش كويس. فاقرأ كويس لله. رقم 23. ب 23 هتبقى ب. ازاي يا دكتور؟ ما هو دلوقتي في اتنين طالعين واتنين نازلين، اللي نازل يا دكتور متفاعل، واللي نازل يا دكتور متفاعل، واللي طالع يا دكتور نواتج، واللي طالع يا دكتور نواتج، فتبقى الاجابه ب. تمام. بالمناسبه الكتاب كان مجاوب الف، والف دي غلط. خلاص. رقم 24. ب 24 هتبقى ب. بتتحل ازاي؟ بسيطة، وخلي بالك هتروح تقول لي والله يا دكتور الكي سي كانت بتساوي نواتج على متفاعلات، يعني البي سي ال 3 وهنا كده يا دكتور السي ال 2 بالشكل دون، وهنا كده البي سي ال 5 بالمنظر اللطيف ده. صح؟ صح يا دكتور. فأنا بسألك وبقول لك بكل سهولة، هل انت معاك التركيزات؟ ما حصلش، ده هو مديك عدد المولات ومديك الحجم، واحنا كنا بنقول يا دكتور ان التركيز بيساوي كام؟ التركيز بيساوي عدد المولات على مين؟ على الحجم. يبقى هتروح تقسم لي ده على الاثنين، هتقسم لي ده على الاثنين، وهتقسم لي ده على الاثنين، ونبدا نعوض تعويض مباشر. يبقى الكي سي يا دكتور البي سي ال 3 كانت بكام؟ كانت ب 0.114 على الاثنين، عشان مش معايا الحاسبه، وهنا نفس الكلام 0.114 على الاثنين، وتحت يا دكتور كانت 0.08 على الاثنين برضه، على الاقل الحاسبه تطلع الاجابه بقى. 25
هتكون جيم. 25 جيم، وجت في 3 امتحانات من الستة، تمام؟ جت في 3 امتحانات. هل متوقع تجي لك السنة دي؟ بنسبة 50% جاية لك إن شاء الله. يا دكتور هو هنا عمل إيه؟ بيقول لك تفكك، يعني عكس المعادلة، تمام؟ طب ما تيجي نعكس المعادلة، أدي الاتنين O4 هتروح وترجع تدينا 2 NO2. عكس المعادلة يبقى هنعكس قيمة الكي بي، هتبقى 1/20. طب قال لك 2 مول، يبقى ده هنضربها في الاتنين، فهتبقى هنا 4، يبقى هنضرب دي أس 2. خلاص يا دكتور، بس سهل بالسهولة دي، والله بالسهولة دي، تمام؟ ده امتحان شهادة، احنا ما بنتكلمش في امتحان احنا اللي مألفينه، لا ده امتحان شهادة. اوكي خدها سكرين. يلا يا فرحة، رقم 26. فرحة رقم 26. جيم. 26 هتبقى جيم، وركز في تفصيلة مهمة جدا، ال HCl يا دكتور ده، بص هقول لك في التفاعل المتزن، يعني ده باب ثالث، فأنت قاعد بتفكر باب ثالث، بتفكر باب ثالث، ركز، هو هنا بيسألك على الباب الثاني، ال HCl كان كاشف كاتيوني للمجموعة التحليلية الأولى، وكنا فيها فضة وزئبق ورصاص. فال HCl لما اتحط على الفضة بترصبها يا دكتور، تمام؟ يعني لو انت جيت حطيت الاي جي موجب مع الاتش سي ال يا دكتور، ايه اللي يحصل؟ يديك اي جي سي ال، تمام؟ بالشكل اللطيف ده. يبقى هنا دلوقتي ده راصب، فاللي يحصل ايه؟ الراصب عمال يتكون، لما تحط اتش سي ال الراصب يتكون، فالتفاعل يروح ناحيه الطردي، فايه اللي يحصل؟ ده قيمتها تقل، يبقى بيقل الاي جي وبيزداد الاي جي سي ال. خلاص ده سؤال يا دكتور في الباب الثالث، بس لازم تفكر له للباب الثاني. خلاص، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تاخد بالك منها، ان هو ايه، ودي فائده الامتحانات الشامله، اللي هو انا هفكر للباب الثالث بس هفكر باب ثاني. خلاص. 27. 27 هتكون الف. والله 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 جت في كل الامتحانات، وحلينا زيها اللي هو المره اللي فاتت في امتحان 23، بيجيب لك حمض ضعيف ويقول لك مين اللي موجودين في المحلول، كل الايونات موجوده في المحلول، لان حمض ضعيف يعني جزء صغير بس اللي بيتفكك، يعني احنا معانا حبه ما تفككوش وحبه تفككوا، اللي بيتفككوا بيتفككوا لكل الناس، تمام؟ طب يا دكتور طب ما هيدال فيها كل الناس، لا ركز، ده كان غاز، اختار الايونات اللي بيتفكك، بيتفكك على هيئه ايونات مش على هيئه غازات ولا رواسب. رقم 28. 28 هتكون باب. 28 هتكون باب، ممتاز. خلي بالك حمض الهيدرو يوديك اللي هو الاتش اي، وده حمض معدني، واحنا قلنا ان الاحماض المعدنيه اقوى، وده حمض اروماتي، يعني كنا دايما بنقول ان احنا معانا حمض المعدني الاول اقوى من الحمض الاروماتي، اقوى من الحمض الاليفاتي، اقوى من مين يا دكتور؟ من الفينول، اقوى من مين؟ من الكحول، تمام؟ بالشكل ده اقوى من الكحول، ده الترتيب بتاع الاحماض. طيب يبقى ده اقوى واحد، بعد كده يجي ده يا دكتور، وده طبعا ده اليفاتي، احماض اليفاتيه، والاحماض الاليفاتيه اقل واحده في الحامضيه. طبعا كل ما قيمه الحمض بتزيد، كل ما تركيز ايون الهيدروجين يزيد، طبيعي، علاقه طرديه مع بعض. 25. 29 هتكون جيم. 29 هتكون جيم، بنحلها ازاي دي؟ 29 بنحلها ازاي؟ اول حاجه لازم تبص عليها هي مسحوق، معاك 2 مسحوق، تمام، ومعاك واحد تركيزه اعلى من الثاني، يبقى خلاص اللي تركيزه اعلى ده اقوى من اللي تركيزه اقل. بعد كده معاك 2 قطعه، ومعاك برضو التركيز يا دكتور واحد اكبر من الثاني، يبقى خلاص هنا ده كان 3 وهنا ده كان الرابع. وده سؤال جه برضو السنه اللي فاتت، او الفكره نفسها كانت السنه اللي فاتت، تمام، بنفس الشكل على فكره، وحلينا المره اللي فاتت مع بعض. خدها سكرين. رقم 30. حبيبنا اللي لازم يجي لنا السنه دي، ها، هتكون ب. هتكون ب. بنحل السؤال ازاي؟
خليك معايا واشتغل معايا حسب ما النبي فرح. بيقول لك ايه؟ اذا علمت ان حاصل الاجابه للملح ده، اول حاجه ادام هو قال لك حاصل الاجابه اكتب المعادله، اداك الملح، هنروح نقول له معانا اكس واي 2، هتروح الناحيه الثانيه تبقى اكس موجب ال 2 زائد يا دكتور ال 2 واي سالب 1 بالشكل اللطيف ده. دلوقتي هنروح نقول له ان احنا معانا الكي اس بي، الكي اس بي كانت بتساوي التركيز في بعضه يا دكتور الواي سالب 1 الكل اس 2. طب مش معانا التركيز ده ولا معانا التركيز ده، خلاص بنروح دايما نقول له ايه؟ نفرض ان درجه الازاله بتساوي س. يلا نروح نقول له تركيز الموجب الاثنين بيساوي عدد المولات بتاعت من المعادله بواحد في كام؟ في س، بيطلع معانا س. الواي يا دكتور عدد المولات بتاعته بكام من المعادله؟ باثنين في كام؟ في درجه الازاله اللي هي برضو باثنين س كده. هنروح بقى نقول له نعوض بقى في المساله اللي فوق دي او في القانون، هنروح نقول له الكي اس بي هو مدالنا بكام؟ بواحد وسته في 10 اس سالب 10 يا دكتور، بيساوي الاكس قيمتها بسين، الواي قيمتها بكام؟ ب2 سين، الكل اس 2 يا دكتور بالشكل اللطيف ده. هنروح نفكها يبقى 4 سين تربيع مضروبه في سين بتساوي 1 و6 في 10 اس سالب 10. يبقى هنا 4 سين الكل 3 بتساوي يا دكتور 1 و6 في 10 اس سالب 10. يبقى السين بتساوي يا دكتور الجذر الثالث من 1 و6 في 10 اس سالب 10 على مين؟ على 4. الآلة الحاسبة يطلع الرقم بكام؟ ب341 في 10 اس سالب 4. الله أكبر، طلعت ألف، ما تخسرهاش. هو مش عايز، هو عايز مين؟ عايز تركيز الواي. عوض يا سيدي، مش أنت كنت هنا بتقول لي إن تركيز الواي الاتنين في س؟ أنت جبت قيمة السين أهو، يبقى الاتنين ب341 في 10 اس سالب 4 مضروبه في الاثنين. على الاقل الحاسبه تطلع بكام؟ تطلع بها. ركز في التفصيله دي، ما تبقاش عامل كل حاجه صح، تغلط بس في الاختيار تمام، او ما تكلمش انك تطلع الناتج. مين اللي بعدها؟ يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ايهاب 31. عبد الرحمن إيهاب 31. يا عبد الرحمن هل أنت معنا؟ صدنا. لا لا، عبد الرحمن إيهاب يلا 31. أيوه سامعك كده. 31 هتبقى جاهز. تمام. عبد الرحمن اقفل المايك وافتحه تاني عشان في ترد الصوت. بيقول لك عند امرار غاز كبريتيد الهيدروجين اللي هو H2S يا دكتور في محلول حامضي لاحد املاح يتكون رسب اسود. طب ما هو الغاز ده كان بيكشف على مين؟ كان بيكشف على النحاس. وعند اضافه كلوريد الباريوم، ما هو كلوريد الباريوم ده يا دكتور هيبقى مين؟ يا اما معانا كبريتات يا اما معانا مين؟ البي او 4. يبقى دلوقتي يا الملح بتاعنا يبقى سي يو اس او 4، يا الملح بتاعنا يبقى سي 3 بي او 4 الكل بيطوب. هم دول اللي موجودين بس. تمام. 32. 32 هتبقى دال. 32 هتبقى دال. بيقول لك عند اضافه كبريتات المركز الساخن الى الملح اكس واي وزد كانت النتائج كالتالي. الاكس خلي بالك ان احنا كانت بتيجي المركز الساخن، يبقى احنا معانا يا كلور يا بروم يا يود يا مين يا دكتور؟ يا نترات بالشكل اللطيف ده. الاولاني اكس تصاعد غاز عديم اللون، يعني احنا هنا يبقى الغاز ده يا اما اتش سي ال يا اما اتش بي ار يا اما اتش اي، مفيش غيره. تمام؟ هم دول الثلاثه العديم اللون. في حاله الواي تصاعد غاز ابخره تصفر ورقه البروم، مين اللي كان بيصفر ورقه البروم؟ اللي هو البي ار يا دكتور. تمام؟ طيب في حالة الملح زد لم تظهر مشاهدات، مين اللي كان لم تظهر مشاهدات؟ يبقى ما تفاعلش معاها. مين اللي ما تفاعلش معاها؟ يا اما انت بتتكلم على البي او 4، يا اما انت بتتكلم على مين؟ يا اما انت بتتكلم على الاس او 4 يا دكتور بالشكل اللطيف ده. طيب لو جيت تبص هتلاقي ده الوحيده اللي تنفع. تمام؟ الف وجيم مستبعدين. ب يا دكتور كانت الابخره اللي بتصفر قاعده في النص، يبقى دي غلط برضه. يبقى ما فيش غير ده اللي هي اللي تنفع. 33. 33
33 د البر، 33 ده البرد. يقول لك ايه؟ راسب ابيض اسود بالتسخين، يبقى احنا هنا بنتكلم على مين؟ على الاس او 3 يا دكتور، سالب الاثنين. راسب اصفر لا يذوب في النشادر، يبقى احنا بنتكلم على مين؟ الراسب الاصفر لا يذوب في النشادر هيبقى اليود. راسب اصفر يذوب في النشادر، يبقى هو احنا بنتكلم على الفوسفات. تمام؟ طيب كل دول في التجارب التاكيديه بتاعتهم كانت مين؟ كانت الاي جي ان او 3. حلو؟ لو حافظ المخطط تجيبها في ثانيه. 34 مستمعش. ها هي 33 ليه ما تبقاش ب؟ تعالي نجرب مع بعض السؤال. مين اللي كان بيتفاعل مع الكبريتات؟ تمام، يعني احنا معانا ان اي 2 اس او 3 مع الكبريتيد عشان يدينا راسب ابيض اسود بتسخين، كان النترات، النترات الفضه، فيدينا مين؟ اي جي 2 اس او 3 زائد الان اي ان او 3، ده كان راسب ابيض اسود بتسخين. طيب راسب اصفر اللي هيذوب في النشادر، احنا معانا ان اي اي اللي هو الملح، هيروح يتفاعل مع مين؟ هيروح يتفاعل مع الاي جي ان او 3 فيدينا راسب اصفر اللي هو الاي جي اي زائد مين؟ ان اي ان او 3 في التجربه التاكيديه بتاعته. طيب راسب اصفر يذوب في النشادر، هو برضه احنا معانا ان اي 3 بي او 4، لو راح يتفاعل يا دكتور مع الاي جي ان او 3 هيدينا مين؟ اي جي 3 بي او 4 اللي هو الراسب الاصفر اللي يذوب في النشادر زائد مين؟ زائد الان اي ان او 3. دلوقتي ده الراسب اللي بيتكلم عليه، ده الراسب اللي بيتكلم عليه، ده الراسب اللي بيتكلم عليه، كلهم كلهم ضفنا لهم ايه؟ ضفنا لهم اي جي ان او 3، عشان كده ما نقدرناش ناخد بها، ما نقدرش ناخد بها علشان مش ده اللي بيتفاعل معاهم الثلاثه. اوكي؟ تمام. 34 يا عبد الرحمن لسه معاك الدور. بعد 30 جيم. 34 هتبقى جيم. حلو جدا. يا دكتور ايه؟ عند اضافة ال HCl المخفف. HCl المخفف يبقى احنا بنتكلم على مين؟ على المجموعة الأولى اللي هي كربونات بيكربونات كبريتيد كبريتيت سايو كبريتات ونيتريت. يبقى أنت لازم تفكر كده. أنا ماشي بالترتيب بالتفكير. اللي هو البي كله على حدة مع الملح إيه؟ تصاعد غاز عديم اللون والرائحة. الوحيد اللي في المجموعة الأولى عديم اللون والرائحة كان غاز ثاني أكسيد الكربون. اللي كان بيجي منين؟ يا إما جاي من الكربونات، يا إما جاي من مين؟ يا إما جاي من البيكربونات. اللي هو ال HCO3 سالب واحد. والملح بي تصاعد غاز عديم اللون يتحول عند فوات الانبوبه الى بني محمر، يبقى احنا هنا بنتكلم على ال NO، وال NO كان بيجي منين؟ كان بيجي من النيتريت. خلاص خلصت. تمام؟ عشان كده اخترنا جيم. خد سكرين. بالذات السؤال رقم 30، والنبي يا جماعه بالله بالله والله عمال اكد على السؤال ده قوي. رقم 30 والنبي لله. هل الامتحان السنه ده هيجي صعب يا دكتور؟ الاجابه لا. ليه بقى؟ لان امتحاننا بعد العيد. امتحان بعد العيد بيجي دايما سهل. اسمعوا مني، خدوها من واحد خبره. تمام؟ 35 بس محتاج تذاكر عشان نقفل الامتحان. يعني احنا محتاجين نذاكر عشان نقفل الامتحان، مش عشان ننجح. تنجح ما تذاكرش، لكن عايزين نقفل الامتحان. 35 ألف ألف مظبوط. رطب أبيض على البارد كربونات، خلص. دي في كربونات هو ألف. يعني والله ما أنا مكمل إيدي. 36 يلا يا هاجر. هاجر 36 هاجر 36 يا هاجر انا سامعني. تمام يلا 36 هتبقى ألف. 36 هتبقى ألف. حلو الكلام دوت. عند وضع الفلز اكس للراجل ده تغير التركيزات، ادام تغير يبقى اتفاعل. تمام، يبقى انت معاك كل الايونات. ما هو حصل تخفيف للتركيز، يبقى انت معاك كل الايونات. ودي نفس الفكره اللي جت برضو لما جاب في نفس في الامتحان دوت،
في لما جاب لك حمض الكبريتوز الضعيف، تمام؟ روح اختار كله، لما واحد بيتغير يبقى روح اختار كله. 37 ب 37 هتبقى ب، وده من الاسئله الخبيثه جدا برضو والله. 37 ليه بقى؟ لانك انت هتروح تحل عادي او عينه من كبريتات البوتاسيوم، يعني كي 2SO4 يا دكتور، الغير النقيه كتلتها قد كده، مع راحت اتفعلت مع كلوريد الباريوم اللي هو البي اي سي ال 2 يا دكتور، فيروح يديك المعادله الكي سي ال زائد مين زائد البي اي اس او 4، بتوزن المعادله حطيت هنا 2 ومعادله اتوزن، فتكون الرأس كتلته قد كده. ده الراسب اهو اللي اتكون. فان نسبه الشوائب في العينه كام؟ العينه اللي معاك كانت مين؟ كانت كبريتات البوتاسيوم، دي العينه اصلا. حلو، يبقى المقارنه بين مين؟ بين اللي هو مديهولك وبين اللي احنا عايزينه اللي هو ده. يبقى نروح نقول له والله يا دكتور احنا معانا كي 2 SO4، هتروح الناحية التانية تدينا الـ BA SO4، بنحلها مسألة ترسيب لأنه هو قال لي راسب أو ترسب. تلات أسهم يا دكتور بالشكل اللطيف ده، هنا واحد هنا واحد. هنا الواحد هنضربها في مين؟ في الكتلة المولية بتاعتها. الـ K كانت بـ 39 زائد كام؟ 39 في 2 الأول، حد يعملها لي على حسب والنبي ينك ثواب. 39 في 2 زائد 32 زائد 16 في 4. الناحية التانية الواحد مضروب في كام؟ في 137 زائد الاس ب 32 زائد 16 في كام؟ في 4. هو الكتلة اللي هو كان مديها لي كانت كام؟ كانت 4.66 يا دكتور. يبقى هنا بكام؟ طرفين فاصلتين، يطلع الناتج بكام؟ يبقى كتلة ال K2 SO4 حد يقول لي بكام؟ حد طلعها لي؟ في حد طلعها؟ بعملها ثواني. اوكي دي 4.66 في 39 في 2 زائد ال 32 زائد 16 في 4 على يا دكتور 137 زائد ال 32 زائد 16 في 4، طلع الناتج بكام؟ 6.32 ما ينفعش يطلع 6، لازم يطلع اقل. طلع ب 2 يا مستر. كمل يا كمل. طلع ب 2؟ ايوه. برضه انا حاسس ان الرقم ده فيه مشكله. يعني حد ثلاثة يعني. هو 2.5 من 1000 بس تقريبا 2 طلعت 2 و5 من 1000 حد يعملها تاني معلش، اعملوها كمان مرة بس من غير استعجال، اعملوها كمان مرة من غير استعجال. 3.48 من 100 صح؟ ايوه 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 كده الرقم يطلع مظبوط. كام بقى كده قلت لي كام؟ 48 من 100. 3 و 48 من 100. طيب هنروح نقول له والله يا دكتور هو عايز مين؟ هو مش عايز نسبه النسبه المتفاعله، لا ده هو عايز نسبه العينه كلها كانت بكام؟ كانت باربعه. يبقى نروح كتلة الشوائب يا دكتورنا كانت بكام؟ كانت بأربعة ناقص الكتلة اللي اتفعلت، فتطلع معنا بكام؟ تطلع معنا باتنين من مية يا دكتور. نروح بقول له بقى نسبة الشوائب بتساوي الكتلة الصغيرة اللي هي 52% على الكتلة الكبيرة اللي هي كانت الأربعة في 100، اعمل على الحاسبة تطلع 13% بخطوة مباشرة، تمام؟ الفكره كلها دلوقتي انك لما تطلع الكتله هتروح تقسمها على الكبيره، لا ما تعملش الحركه دي والنبي، تمام؟ اطرحها الاول، يا اما الكتله وبعد كده تطرحها من 100، يعني ايهما اقرب؟ بس ما تنساش انك عايز الشوائب، بعلم عليها بالورقه كده ان هو كده هو عايز الشوائب عشان تبقى انت دايما فاكر. 38 يا اقر تبقى الف، تبقى ألف. وده سؤال جه في كل الامتحانات، يعني دي فكرة دي جت في كل الامتحانات،
جت في امتحان السنه اللي فاتت حليناها مع بعض، وجت في امتحان 22 وجت في امتحان 21. دي لازم تجي لك، لازم تجي للاسف. ودي فكره سهله، اكثر صلابه من عناصرها يبقى دي الكربون يا دكتور، اللي هو الصلب او الصلب اللي هو الكربون مع الحديد. عناصرها لها نفس الشكل يبقى استبداليه. متحده خلاص، متحده متفاعله يبقى بين فلزيه ومن غير كلام. ودي فكره اكتب كده جنبها، دي فكره جت في كل الامتحانات. رقم 39 يا حجر، تبقى جيم. هتبقى جيم يا دكتور، انا مش فاهمها، نفهمها مع بعض. هل الحديد راح يتفاعل مع ال H2SO4 المركز اللي هو الكونك؟ روح اشتغل معاه، مع خلي تفاعل مع السؤال كده. هيروح مين؟ حديد 2 Fe2SO4 وحديد 3 Fe2SO4 كله بسري، زائد مين؟ زائد الميه زائد ال SO2. طب هو قال لك يتفاعل نفس الحمض مع اكسيد الحديد المختلط، مين اكسيد الحديد المختلط؟ اللي هو Fe3O4. يروح يتفاعل مع ال H2SO4 برضه المركز اللي هو الكونك، هيدينا برضه حديد 2، وهيدينا يا دكتور حديد 3 Fe2SO4 الكل بقى 3، وهيدينا مين؟ هيدينا ميه. مين اللي ظهر فوق ما ظهرش تحت؟ ال SO2. بس هو ده السؤال. تمام، خدها سكرين، خدها سكرين. 40 يا هاجر لسه معاك السؤال. هتبقى ألف. أمي مالي يكون بنفس الدور في كل من الفرن العالي وفرن مادريكس. فرن عالي الشرط بتاعه، فرن مادريكس يا دكتور الشرط بعالي، الشرط بتاعه كان الغاز المائي اللي هو أول أكسيد الكربون زائد الهيدروجين. مين اللي عليه الدور؟ يلا يا ريم 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 ريم. 41 ريم 41 سمعني؟ سمعيني بس انت مش... ايوه 41 هتبقى به. كل اللي مطلوب منك انك تحسب عدد التاكسد، ده هتلاقيه موجب 3 توزعه ما عندوش الكترونات مفرده، ده كان موجب 4 توزعه ما عندوش الكترونات مفرده، ده كان موجب 2 ما عندوش الكترونات مفرده. لكن النيكل يا دكتور لما انت تيجي تجيب عدد التاكسد بتاعت اللي موجب 3، هيبقى الراجل ده هيتوزع ارجون 18 بالشكل اللطيف دون. 4 اس كام؟ 0 و3 دي 7، وال7 يبقى عندها كام؟ 3 مفرد، 1 2 1 2 1 1 1، يبقى هو عنده 3 مفرد، يبقى ينجذب للمجال المغناطيسي. ودي فكره جت في كل الامتحانات. عملت سؤال، قول يا عبد الرحمن. عادي لو قلت ان العزم بتاعهم كلهم بصفر ما عدا ال Ni2O3، عزمه باربعة ممكن. تقريبا ماشي، ممكن يعني ممكن، بس هو بيقول لك ينجذب للمجال، هو مش عايز العزم. يعني ما تنفعش بالعزم ايه؟ ما هو اللي انت بتقوله صح، بس هو هنا بيسألك مين بينجذب للمجال المغناطيسي. حلو، يعني مين عنده الكترونات مفردة؟ حلو، هو ده السؤال، مين عنده الكترونات مفردة؟ اللي العزم المغناطيسي بتاعه أكبر. تمام، أوكي. 42 خلاص تمام يا مصر. أوكي 42 يا ريم، هتبقى جيم. هتبقى جيم. عمليه تحويل الغاز الى لون رمادي يا دكتور، تمام. يبقى احنا هنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على التحميص. ما احنا قلنا ناتج التحميص هيماتايد، والهيماتايد لونه احمر. رفع نسبه الحديد ده كان التركيز، ويا دكتور فصل الشوائب برضو بالتوتر السطحي ده كان التركيز. دي كلها مراحل قبل مرحله الافران، لكن خليط الراجل ده اصلا ده شرط فرن مادريكس. تمام، 43 هتبقى ألف. 43 هتبقى ألف، ممتازة. طبعا مين اللي كان بيستخدم كمبيد حشري؟ 2، قلنا ده لهم دايما MnSO4، أي حاجة فيها SO4، والCuSO4 يا دكتور. الراجل ده كان قاعد في المجموعة 7B، والراجل ده كان قاعد في المجموعة 1B.
رقم 44 هتبقى دال. رقم 44 دال. طب بص انا مش عارف ابداها ازاي، ما تبداهاش. هو قال لك اكسيد الاحمر، يبقى هتروح هنا في 2 و3. حمض مركز يا دكتور، هو هنا استخدم ال HCl، يبقى هنحط ال HCl فهيدينا حديد 3، في Cl 3. محلول النشادر اللي هو NH4 OH يا دكتور، يبقى هيدينا مين؟ هيدينا Fe OH الكل باي 3. انا مش عارف مين اكس لحد دلوقتي. طب بسيطه، ده كان 3 يا دكتور وده كان 3، يبقى ا ما تنفعش. ده كان 3 وده كان 2 ما ينفعش. ده كان 2 وده 2 ما ينفعش. ما فيش غير ج يا دكتور، ده 3 وده 3، يبقى ده مين؟ يبقى ده Fe SO4. خلاص خلصت، يبقى ده. ودي معادله من ساعه ما فيش مره حلينا على الباب الاول لو كتبنا المعادله دي. والله ما فيش مره حلينا على الباب الاول الا كتبنا المعادله دي، SO2 وSO3، وكنا دايما بنكتبها بلون مختلف عشان المعادله دي مهمه. هتلبس فيها، اعرف ادام بتتكرر كتير يبقى هتلبس فيها، احلف والله. تمام. 45 هتبقى جيم. 45 هتبقى نو. ليه بقى؟ تعال شوف 45، احنا دايما علشان نوصل للحالة الكويسة يبقى احنا في حالة من حالات الاستقرار. ايه حالة الاستقرار؟ يا نصف ممتلئ، يا ممتلئ، يا فارغ. طيب في ألف يصعب الحصول على حديد 3 من حديد 2. ايوه يا دكتور بيصعد طبعا. لا ده بيسهل، ده احنا هنا ده كان مستقر، مستقر يبقى يسهل. تمام، يبقى دي غلط. تمام. طيب بيسهل على حديد، يسهل الحصول على حديد منجنيز 2 منجنيز 3، صح، لان ده كان مستقر. تمام، يبقى انا شايف ان بيه. طب يصعب الحصول على NiCl7. تعال نشوف كده دلوقتي ال Ni لو احنا جايين نوزعها 4s2 و3 دي كام؟ 8 يا دكتور. تمام، الراجل دون كنا بنقدر نفقد الاول والثاني. السؤال كنا بنقدر نفقد من هنا كام؟ 1 2 1 2 1 2 1 1. كنا بنقدر نفقد من هنا الثالث والرابع والخامس، ما نقدرش نفقد اكتر من كده. هل يسهل؟ لا، ده اكيد يصعد. تمام، لو ما احنا اخرنا يسهل كان 5، يبقى 6 و7 صعبين. يصعب الحصول على التيتانيوم موجة 4؟ لا، كان بيسهل برضه، يبقى دي غلط. يبقى المستقر دايما يسهل، المستقر دايما يسهل، يبقى علشان نروح للمستقر يبقى يسهل. تمام، يبقى الإجابة اوكي. يلا يا مؤمن. انا يا مستر مؤمن. مؤمن عايزك تقولي انت، يلا قولي ما عنديش مشكلة. 46. لا اسم يا ستي، يلا قولي انت فاتحه المايك، ما يجراش حاجه. مؤمن بيتنفس. تبقى رقم ده نو. ركزي دلوقتي، هو قال لك ان ده تضارب نص القطب في عصر الدوره الرابعه، اللي هي سلسله الانتقال الاولى، يبقى ده السكندريوم، ده الفانديوم، ده الكوبالت، مانجانيز، كوبالت. حلو بالشكل ده. هو بيقول لك مين اللي كان بيستخدم صناعة الأصباغ هو سي ار يا دكتور. طب ما الفانديوم، خمس أكسيد الفانديوم كان بيستخدم صناعة الأصباغ. السيراميك والزجاج بس بيستخدم صناعة. طيب الكروم هنا واخد حرف مين؟ حرف الدي. اوكي تمام. يلا 47. وضع للمعادله الرمزيه في شروط التفاعل، تفاعل نيتريت للبنزالدهيد مع ذكر اسم، ما عرفتهاش دي. CHO. هو الراجل ده هو كان بيوجه الراجل يا دكتور اي حاجه معاها اكسجين كانت بتوجه. يبقى احنا لو
بتواجه في الموقع ميتا. يبقى لو اي حاجه كانت مثلا يعني مثلا سي اتش الدكتور كان معانا مين؟ كان معانا كان معاه رجع يا اولاد الصوت رجع. اوكي يبقى احنا دلوقتي دي يعني كانت بتوجه في الموقع متى، لكن الجماعه دول كانوا بيوجهوا فين؟ في الارسو والبر. ارسو والبر تمام. دلوقتي يا دكتور السبوره مش ظاهره. طب في حد السبوره عنده مش ظاهره ثاني يا جماعه؟ طب حد السبوره عنده ظاهره؟ طب خلاص خلاص، حد السبورة عنده زهرة؟ في حد عنده السبورة زهرة؟ فيش ولا واحد عنده السبورة زهرة؟ ولا واحد؟ في أي حد عنده السبورة زهرة بجد؟ لا. أوكي ماشي، نشيلها خالص نعملها من جديد. هي النية، النية لو صافية، النية يا ولاد صفوا النية لله. اوكي انا بهزر عشان محدش يقول ان الدكتور بيدعي علينا. طيب سؤال رقم 47، واحدة واحدة. وضح بالمعادلات الرمزية وكتابة الشروط يا دكتور. احنا قلنا ان البنزالدهيد كانت بتوجه في الموقع مين؟ في الموقع متى يا دكتور؟ يبقى احنا هنا كده سي اتش او لو راحت اتفاعلت مع ال HNO2 اللي هو مجموعة النيترو او HNO3، ادي HO ماسكة في NO2. هنا يا دكتور كان في H هناخدها مع ال OH دي نخرج بره على هيئة مين؟ على هيئة مية. فيتفضل معانا مين يا دكتور؟ هيتفضل معانا CHO، وهنا كده مجموعة النيترو. ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه ميتا نيترو بنزالدهايد. حلو الكلام؟ بنزالدهايد تمام. طيب في 48 نورة معاك السؤال. اكتب الرمز الاصطلاحي المعبر عن الخليه المكونه من اكس وواي اذا علمت ان العنصر اكس ثنائي التكافؤ، واسبق العنصر واي حاله التكافؤ. وعايز الرمز الاصطلاحي. ماشي، تبقى اكس موجب ثواني اكس، بعد كده شرطه اكس موجب 2، وبعد كده القنطره الملحيه، بعد كده واي موجب واحد، وبعد كده واي. صح، حلو جدا. موجب واحد بعد كده واي، بس خلي بالك المعادله دلوقتي مش موزون، لان واحد خرج 2 الكترون وواحد اكتسب الكترون واحد. يبقى احنا لازم نعمل ازاي؟ هنا 2 وهنا 2. تمام. حلو، لازم الالكترونات اللي داخله تكون خارجه. فهو بيقول لي طب احنا ليه كتبنا الاكس على الشمال؟ ما هو بيقول لي ان الاكس كان بيسبق الواي، يبقى الاكس هو الانود، يبقى هو اللي دايما بيحصل له عمليه اكسده. 49 احسب قيمة الـ B و H الحمض مش عارفة إذا علمت أن سبب التأين عند درجة حرارة 25 وتركيزه. ماشي تركيزه. طيب هنعملها إزاي؟ تعالي نجرب كده نعملها مع بعض. دلوقتي هو عايز B و H ومدينا حمض، مش هينفع نشتغل بالشكل ده. إحنا هنجيب له الـ B H الأول، وبعد كده نطرحها من الـ 14 نجيب له الـ B و H. خلاص؟ طيب دلوقتي إحنا معانا الـ KA هو مديها لنا، ومدينا التركيز اللي هو السي. يبقى احنا اول حاجه هنجيبها له هي تركيز الاتش يا دكتور، اللي هي كانت بتساوي جذر، اعملي بقى معايا حاسبه، جذر الكي اي مضروبه في السي. يبقى نروح نقول له جذر ال 14.44 في 10 اس سالب 5 مضروبه في كام؟ في 3.8 في 10 اس سالب 3 يا دكتور. طلعت على الاله الحاسبه بكام؟ حد يشتغل معايا الحاسب يا ولاد. 7.4 في 10 اس سالب 4. دلوقتي هنقدر نجيب له البي اتش يا دكتور، اللي هي كانت بتساوي سالب لوغاريتم الانصر اللي هي ال 4.7 في 10 اس سالب 4. يلا اعمليها على الحاسبه. يبقى البي اتش بتساوي سالب لوغاريتم، او البي اتش بتساوي كام بقى؟ لوج الانصر على طول.
هتبقى سالب 3 و1 من 10. ما هو انت ما خدتيش السالب، يبقى 3 و1 من 10. تمام، تمام احنا بنقول سالب لغاريتم، يبقى نروح نقول له ان البي اتش زائد البي او اتش بتساوي 14. يبقى البي او اتش اللي انت عايزها يا دكتور 14 ناقص كام؟ 3 و1، يبقى البي او اتش بتساوي كام؟ 11.9 يا دكتور. حلو الكلام؟ اه. رقم 50. رقم 50 خلينا حلها، بس حد يشتغل معايا آلة الحاسب، بس يكون سريع. مخلوط من هيدروكسيد الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم كتلته 4 جرام، بيلزم لمعايرته كام يا دكتور؟ تمام؟ 10.9. حاضر، أهون هتبقى 10.9. 10.9. تمام. احسب قيمة البي او اتش، لا 10، 50. مخلوط من هيدروكسيد الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم كتلته قد كده، بيلزم لمعايرته. أدام بيلزم لمعايرته يبقى دي مسألة معايرة. من حمض الهيدروكلوريك. طيب يا دكتور دلوقتي هو عايز النسبة المئوية لهيدروكسيد الكالسيوم. خلاص المسألة إن شاء الله بسيطة. دلوقتي المعادلة من مين؟ المعادلة من الـ HCl وحد من اللي فوق من الخليط، يا هيدروكسيد يا كلوريد. ما هو ده كان فيها كلوريد وده كان فيها كلوريد، يبقى الناتج هو المتفاعل، فمش هينفع. يبقى الحمض هيتفاعل مع القاعدة. يبقى نروح نقول له والله يا دكتور احنا معانا هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو الـ OH الكل باي 2 زائد مين؟ الـ HCl، وتروح تدينا مين؟ CaCl2 زائد الميه يا دكتور. بنوزن المعادله، حطينا هنا 2 وحطينا هنا برده كام؟ 2. تحت الحمض اكتب حمض، تحت القاعده اكتب قاعده، واحده واحده. ادي ام بي في بي ان بي، هنا كده ام اي في اي ان اي. هو عايز النسبه صح؟ ماشي. هو بيقول لك يلزم لمعايرته 100 من الحمض، يبقى الحمض كان كام؟ كان ب 100. هنا دكتور الان اي بتاعته كانت ب2، اللي تركيز الحمض بتاعه كان كام؟ كان بنص، وهنا الراجل ده كان بواحد. مش مدينا اي حاجه للراجل ده يا دكتور. ما احنا قلنا عايزين الكتله، اشتغل احد مشتقات القوانين اللي هي كانت بتقول لك ايه؟ الكتله بالجرام على مين؟ على الكتله الموليه في الان بي بتساوي يا دكتور الام اي في الفي اي على 1000، علشان احنا هنشتغل بعد المولات على مين؟ على الان بي. نعوض يا دكتور الكتله اللي احنا عايزينها، كتله بالجرام على مين؟ على الكتله الموليه لهيدروكسيد الكالسيوم. الكتلة المولية لهيدروكسيد الكالسيوم حد يحسبها لي بسرعة جدا، كانت 40 زائد الاتنين مضروبة في 16 زائد الواحد، طلعت بكام يا دكتور؟ 74. طلعت ب 74، يبقى 74 مضروبة في واحد بتساوي الـ MA كانت بنص، الـ VA كانت ب 100 على 1000، الـ NB كان أو الـ NA كانت بكام؟ كانت ب 2 يا دكتور. نروح نقول له بقى إن الكتلة بالجرام، كتلة مين؟ كتلة هيدروكسيد الكالسيوم اللي احنا عايزينها، كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي ال 74 في نص في ال 100 على 1000 يا دكتور، كل ده على كام؟ على الاثنين، تطلع الكتلة. حد طلعها لي عشان بعد كده. 81 من 100. 1 و5 وكام؟ 85 من 100. 85 من 100. نروح نقول له ان النسبة اللي انت عايزها، الكتلة اللي انت طلعتها اللي هي 1.85 على الكتلة الكبيرة اللي هي كانت بكام؟ كانت ب 4 في كام يا دكتور؟ في 100، على الآلة الحاسبة يطلع النسبة على طول. تمام؟ وبكده نكون خلصنا. طيب برضو الوقت سرقنا، الوقت سرقنا. المرة الجاية احنا جايين نعمل ايه؟ المرة الجاية ان شاء الله احنا جايين نحل امتحان 21 دور اول وتاني. يا دكتور احنا بنلحقش نحل 21 دور اول وتاني. لا هنلحق ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله المرة الجاية هنلحق. خلاص الواجب بتاعنا هيبقى امتحان 21 دور اول وتاني. تمام، دي اول حاجة. الحاجة التانية ممكن بس في استطلاع رأي سريع جدا، الناس اللي حلت معانا النهاردة في امتحان 22 دور اول، الامتحان كان صعب ولا سهل؟ يعني انا هقول لو الامتحان صعب ارفع ايدك. تمام.